بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية ومن على موقع راديو فرانس انترناسيونال كما نلاحظ عندنا هذا العنوان إنونداسيون أون ألمان. إذا نتكلم عن فيضانات في ألمانيا. إذا نتكلم عن لوفاب إنوندي، إنوندي أنك تغمر أو أنك تغزو أو أنك تعبئ بالكامل. إذا نتكلم عن لوفاب إنوندي ومنها لينونداسيون، ليزينونداسيون، الفيضانات. أون ألمان يعني في ألمانيا. لو غوفيرنومون دي بلوك، إذا نتكلم عن الحكومة دي بلوك، تفك أو تزيل عقبات كذا. إذا لو غوفيرنومون دي بلوك، هنا عندنا لو فيرب دي بلوكي، هنا عندنا لو فيرب دي بلوكي. أو بريزون طبعا، مصرف في البريزون في الحاضر. لو غوفيرنومون دي بلوك، كما نقول إل دي بلوك، كما نقول هو يزيل عقبات أو يفك قيد شيء ما. طبعا هذا عكس لو فيرب بلوكي. بلوكي يعني أنك تجعل حواجز وتجعل عقبات وتغلق أبواب إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو فيرب بلوكي، هنا عندنا دي بلوكي يعني عكسها. إذا كما قلنا لو غوفيرنومون دي بلوك إن بخوميييغ إيد دورجونس دو 200 مليون. إذا الحكومة أن تفك قيد كما نقول أو أن تطلق بمعنى آخر إن بخوميييغ إيد مساعدات أولية أو أول المساعدات كما عندنا هنا دورجونس. إذا مساعدات ديرجونس يعني إلحاح، مساعدات إلحاح أو مساعدات ضرورية إلى غير ذلك دو 200 مليون، لمئتي مليون، لمئتي مليون. في أسفل الصورة كما نلاحظ إن في أيريان، نظرة جوية، مونتخ إن زون كومبليتمون ديتخويت باغ لي زينونداسيون، مونتخ إن زون التي تظهر منطقة، لا زون المقصود بها منطقة، منطقة ما. إذا نتكلم عن هذه النظرة الجوية مونتخ إن زون يعني أن تظهر منطقة كومبليتمون ديتخويت. ممكن نقول إن في أيريان مونتخ إن زون ديتخويت. إذا نتكلم عن نظرة جوية تظهر منطقة ديتخويت أنها محطمة، أنها مدمرة أو أنها مدمرة إلى غير ذلك. لو فيغ ديتخويغ هذا فعل دمرة أو فعل حطمة إلى غير ذلك. طبعا أضفنا كومبليتمون يعني بشكل نهائي، كومبليتمون كما نقول بشكل كامل، نقول عن شيء بأنه كومبلي يعني أنه كامل، كومبلي كامل، كومبليت كاملة. كومبليتمون المقصود بها بشكل كامل. إن في أيغيان مونتخ إن زون كومبليتمون ديتخويت. إذا نتكلم عن نظرة جوية مونتخ، عندنا هنا لو فيغ مونتخي، أون لو فيغ مونتخي كونجوغي أو بريزون. إذا نتكلم عن فعل أشار أو وضح أو أظهر إلى غير ذلك، إن زون كومبليتمون ديتخويت، إذا هي تظهر، إذا هذه النظرة تظهر منطقة بشكل كامل محطمة، محطمة بماذا؟ باغ لي زينونداسيون، محطمة بالفيضانات. دون لو كارتي بليسام دير ستاد، دون لو كارتي في حي بليسام دير ستاد، في هذا الحي الذي يسمى بهذا الشكل. دون لويست دو لالمان يعني في غرب المانيا. طبعا ليست هو الشرق، الويست هو الغرب، لو سود يعني الجنوب، لو نور هو الشمال. دون لويست دو لالمان في غرب المانيا، لو 16 جويي يوم 16 يوليوز 2021. سويت او زينونداسيو اون المان، اذا تبعا للفيضانات بالمانيا، او كما نقول بمعنى اخر عقب الفيضانات بالمانيا. سويت يعني تتم، او عقب كما عندنا هنا، او بعد كما عندنا هنا. اذا سويت او زينونداسيو اون المان كما نقول بعد الفيضانات بالمانيا. انجيلا ماركل، اذا نتكلم عن المستشاره الالمانيه، افي برومي من قبل انها وعدت. عندنا هنا لو فيغ بروميتر ومنها لا بروميس يعني العهد او الوعد. اذا افي برومي، اذا هي من قبل وعدت. كما تنشوف هنا عندنا افي برومي، عندنا هذا لو فيغ بروميتر مصرف او بليس كو بارفي، او بليس كو بارفي. طبعا بليس كو بارفي من الادوار التي يقوم بها انه تعبر على واحد الماضي تيجي من قبل واحد الماضي اخر، هو نفسه ماضي، مثل لو باسي سامبل، مثل لو باسي كومبوزي، مثل لامبارفي الى غير ذلك. كل ماضي عنده واحد المعنى، كل ماضي عنده واحد التعريف.
لو بلوس كو بارفي كما تلاحظونا من الادوار ديالو انه تسبق واحد الماضي اخر اللي حتى هو في الماضي. اذا كما تنشوفونا افي برومي يعني ان من قبل وعدت، غير من هذه الجمله تتبين بانها وعدت والان طبعا الميزانيه الان اصبحت في الماضي، لكن قبل هذا الماضي طبعا هي وعدت بحصول هذا الامر. اذا انجيلا ميركل افي برومي، اذا هي توعدت اناد رابيد، توعدت بمساعدات سريعه سون بيروقراسي وبدون بيروقراطيه. طبعا نتكلم عن البيروقراطيه الحاصله في عالمنا اليوم خاصه عند الدول السائره في طريق النمو او دول العالم الثالث، لم يستطيعوا الى حد الان التخلص من هد البيروقراطيه، بحيث مثلا اذا اردت مثلا الحصول على بعض الوثائق مثلا يلزمك الكثير من المساطر، هذه مسمى البيروقراطيه كما عندنا هنا سون بيروقراسي وبدون بيروقراطيه، بدون ان تمر هذه المساعدات طبعا مثلا الى البرلمان، ننتظر الحكومه لتقول كلمه مثلا، ننتظر البنك المركزي مثلا الى غير ذلك. اذا هناك عراقيل معينه، اذا هناك مساطر، هناك اجراءات معينه تتخذها الادارات فيما بينها، وهذا يعرقل الكثير من الاعمال. اذا طبعا انجيلا ميركل انها توعدت بمساعدات سريعه وبدون هذه العراقيل. اذا انجيلا ميركل افي برومي اون ايد رابيد اي سون بيروقراسي، سي شوز فات. اذا كما نتكلم عن هذه الاشياء انها تمت، سي شوز فات، اذا نتكلم عن هذا الشيء انه تم، كما نقول هذا الذي حصل. لو غوفيرنومون فيان دابروفي، اذا طبعا الحكومه هنا انها صادقت، طبعا لو فيرب ابروفي كما نقول صادقه، انك تقر شيئا ما. اذا لو غوفيرنومون فيان دابروفي، طبعا في هذه الحاله التي عندنا هنا نتحدث عن لو باسي ريسون، لو باسي ريسون، طبعا لو باسي ريسون هو واحد الماضي ولكن قريب. المقال كما تلاحظوا بانه نشر يوم 21 يوليوز، الحكومه انها اقرت هاد المساعدات في نفس اليوم، في نفس اليوم. اذا طبعا نتحدث عن ماضي قريب، ممكن نتحدث في حالات اخرى عن لو فيتور بروش، في هذه الحالات نتحدث على واحد المستقبل قريب. الحكومه غتقوم بواحد العمل مثلا كما عندنا هنا ان ستقوم بمساعدات عاجله، هاد العمل ستقوم به قريبا ربما بعد ساعات مثلا. اذا نقول هنا لو غوفيرنومون فا ابروفي، يعني ان الحكومه ستصادق او ستقر. غالبا هنا غنستعملوا لو فيغ فونيغ، لو باسي ريسون تتصرف فيه لو فيغ فونيغ. اذا نقول مثلا لو غوفيرنومون فيان، ثم نتبعه بالفعل المراد تصريفه. اذا نقول مثلا لو غوفيرنومون فيان دابروفي، يعني ان الحكومه اقرت قبل قليل، اقرت قبل قليل او وافقت قبل قليل. سو ميركودي، هذا يوم الاربعاء 21 جويي، يوم 21 يوليوز، اون بروميير ايد ديورجونس، يعني اول مساعدات الحاحيه او مساعدات ضروريه الى غير ذلك. في الحاله الاخرى عند الحديث عن لو فيتور بروش، يعني المستقبل القريب، مثلا نريد ان نقول بان الحكومه انها ستقوم بهذا الفعل قريبا وبعد لحظات. اذا طبعا هنا غنستعملوا لو فيرب الي، غنستعملوا في هذه الحاله لو فيرب الي، يعني تستعمل كسومي اوكسيليير، كنصف مساعد، اذا نسميها سومي اوكسيليير. اذا نتكلم عن نصف المساعد كما نقول، اما اتر وافوار هادو تستعملوا بدرجه اكبر، تنعطيهم لقب اوكسيليير، تنعطيهم لقب مساعد. لو فيرب الي كما تنشوفوا عندنا فا سيتبع بفعل ابروفي، يعني بالفعل المراد تصريفه في لو فيتور بروش. كما قلنا سنقول لو غوفيرنومون فا ابروفي، الحكومه ستوافق بعد لحظات، لكن اغلب الظن كما عندنا هنا انه عندنا لو باسي ريسون، لو غوفيرنومون فيان دابروفي، يعني ان الحكومه اقرت قبل قليل. سو ميركودي هذا الاربعاء، هذا الاربعاء 21 جويي، يوم 21 يوليوز، اون بروميير ايد ديورجونس، اول مساعده ضروريه ب 200 مليون اورو ل 200 مليون اورو بو سولاجي. طبعا
طبعا لو سولاجمون المقصود به عندما يكون عندك الم، لو سولاجمون هي حاله الراحه وسكون الالم. اذا نتكلم على لو سولاجمون، اذا عندنا هنا بور سولاجي من اجل تسكين الوجع كما نقول، بور سولاجي لي سينيستري كما نقول من اجل تسكين الم المنكوبين، لي سينيستري المنكوبين، لو سينيستر المقصود به الكارثه كما نقول كاتاستروف. طبعا هنا عندنا سينيستري بانه منكوبين كما قلنا. لو غوفيرنومون فيان دابروفي سو ميركودي 21 جويي اون بروميير ايد دورجونس دو 200 مليون دورو بور سولاجي لي سينيستري. سات سوم ساجوتها او 250 مليون فورني بار لي ريجيون. اذا نتكلم على لا سوم يعني المجموع او المبلغ. سات سوم هذا المبلغ ساجوتها او 250 مليون فورني بار لي ريجيون، يعني انه ينضاف الى 250 مليون طبعا اورو فورني كما نقول الممون، الممون بار لي ريجيون، الممون من طرف الجهات. اذا طبعا كل جهات المانيا تكاتفت وتعاونت وجمعت مبلغ 250 مليون اورو، سينضاف له المبلغ الاخر الذي اقرته الحكومه اللي هو 200 مليون، غيكون المجموع هو 450 مليون. اذا فورني كما قلنا سي لو فيرب فورنيغ، اذا نتكلم عن مونه. اذا فورني بار لي ريجيون طبعا الممول من طرف الجهات. لي سيز لاندر، لي سيز لاندر كلمه لاند ايتانيتا فيدري دالمان، اذا نتكلم عن ولايه فيدراليه بالمانيا. دوبوي لا يونيفيكاسيون، اذا منذ الاجتماع او التوحد، منذ الوحده. دوبوي لا يونيفيكاسيون منذ الوحده، و 1990 في 1990 لا ريبوبليك فيدرال دالمان الجمهوريه الفيدراليه الالمانيه كونت سيز لاندر تعد 16 جهه. اذا نتكلم عن تقسيم اداري هنا، الجمهوريه الفيدراليه الالمانيه انها تتكون من 16 لاندر، المقصود بها 16 ولايه. لوبجيكتيف اي دو سولاجي لي سينيستري دي زينونداسيون مورتريير دون لويست دو لالمان كي اون كوزي لا مور دو 170 بيرسون. اذا لوبجيكتيف الهدف، الهدف المنشود من هذه المساعده بمعنى اخر. لوبجيكتيف اذا الهدف اي دو سولاجي لي سينيستري هو تسكين الام المنكوبين دي زينونداسيون مورتريير، منكوبي الفيضانات القاتله، منكوبي الفيضانات القاتله لي سينيستري دي زينونداسيون مورتريير. نتكلم هنا عن منكوبي الفيضانات القاتله دون لويست دو لالمان في غرب المانيا كي اون كوزي لا مور التي تسببت في قتل 270 بيرسون، طبعا في قتل 170 شخصا. على ذكر الفيضانات طبعا الصين نفسه ايضا عرفت فيضانات مهوله، وفي المكان الذي حدثت فيه الفيضانات بالصين كان هناك سد كبير مهدد بالانهيار كما نلاحظ هنا. اون شين ان باراج سور لو بوين دو سيفوندري دون اون فيل دو 7 مليون دابيتون. اذا اون شين في الصين ان باراج، اذا نتكلم عن باراج او سد. سور لو بوين دو سيفوندري على نقطه الانهيار، المقصود انه على عتبه الانهيار. دون اون فيل دو 7 مليون دابيتون، في مدينه ذات 7 مليون ساكن، ذات 7 مليون من السكان. اذا انهار هذا السد لا قدر الله، طبعا ستكون هاد 7 مليون شخص ستكون في خطر. ديلوفيان، طبعا كلمة ديلوفيان في المؤنث نقول ديلوفيان كي رابور وديلوغ، التي لا علاقة بالفيضان أو بالأحرى لا علاقة بالطوفان. نتكلم مثلا عن ديلوغ دو نوي، نتكلم عن طوفان نوح، طوفان نوح لو ديلوغ دو نوي. إذا كما قلنا هنا ديلوفيان كي رابور وديلوغ، التي لا علاقة بالطوفان أو لا علاقة بالفيضانات كما ذكرنا. نقول مثلا بلوي ديلوفيان، إذا نتكلم عن مطر ديلوفيان، إذا نتكلم عن مطر طوفاني المقصود به تري زابوندونت أنها كثيرة جدا. إذا كما قلنا الآن أبخي دي بلوي ديلوفيان، إذا بعد أمطار طوفانية إن بغيش دو 20 متر إتاباغي دون لو باراج دو يتن. إذا نتكلم عن إن بغيش، طبعا كلمة بغيش المقصود بها اوفرتور فات دون زان ميغ، إذا نتكلم عن فتحة أو ثغرة أنها تمت دون زان ميغ يعني في جدار.
إذا تحدثنا عن السدونة إذا نتكلم عن الثغرة أنها تمت في جدار السد إن بغاش دو 20 متر إذا نتكلم عن الثغرة ب 20 مترا إتاباغي أن ظهرت دون لو باغاج على السد دو يطن إذا الذي يسمى بهذا الاسم اليون إذا هاد اليون اون فيل هي مدينة دونفيرون ذات تقريبا دو أنفيرون ذات تقريبا 6 مليون 7 مليون دو بيرسون من الأشخاص دون لو سونتر دو بيي في وسط البلاد دون لو سونتر دو لا شين دون لو سونتر دو لا شين المقصود في وسط الصين هنا عندنا في وسط البلاد إذا طبعا أكيد بأن الأشخاص الموجودين بهذه المدينة أنهم سيكونون في خطر إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.